قصة طريفة جرت على الإمام عبد الله الموهب القرشي المصري الحافظ الإمام الفقيه. أي وحي لي إلهي بان نذر لقلي حنتي اللي بكذا ما كان أركبان شرط بان نذر بان قلي وحان كنا نذرو إلهي كل شرط دستي مروى البون روح حنته إن المالين صومه حنبا يقد عظيم مالين بان صومية روح بان حنتا بن آدم بان روح با يقد عودات بان حكا شيء أما أرضي بان حكا شيء أما روح بان حمن صوم مالنا هل كي قيمة حنتي كستبا مالين بان كسومي باش وان دين واي ويسع طابور هجراتو وصونك هاي دبو ويرفا زونكي بناين مركان خالد يرقلب ان سومه النفط باي قوات لكن ولي هو شو جوكسون ويدبور مالك واجد دمو حانكو انس ان بدل صونك هاي دبو الهو مالك كان روح بنادم حكا شيغو درهم بان بحنايا هل دينا هل درهم وفضه ام بحنايا وحير مركان شي لعقتي بحنايا حن دمبوان اودو ويبور فمن حب الدراهم تركت الغيبة تبور لعك تعال درت يد بان حنت أوجت تغيب حلوة مصيبة صون كوان وذيب وض مك صون مالن كان بالله بي ماينس شيل الإنام بحيو حنت مالك سيقدم بيسبور هذا صمي دار أقوليها ترافق تيبوليس كتشدت كي ودوينك يوم لها باكنا ذي هادين تلو قوت لو خول لو سو داي ولي ابتراد اي ميسد مالك هي بلاوات تيغد لو سو غويو او مرايد لو غلي باشا بي اسيد لو دخ غلي اذا باد يلنيس العقوبه الماليه واخ كدبدان ما جرو هي قلبيت كو يدراسين هوش مسلمين تي قاتين وي كفايدين غورو كستو وين با لاسكوز امان بيلدينغ باكن كخد روحي قلدنيا لمت ورقم با لو غلين شن مال مود مركا دم لو غناخو بقول دور كنت بخيصو واقدم ادب باد يلان ادبته كو يلان شيلينك سيدنا عبد الله الوهاب يا حمدي محمد ما حكى جوجي دراهمتي فمن حب الدراهم تركت الغيبه تبور باشن لحت على المصيبه وشيلينك بخينتي سواري سوي مركا ساسي سلف كو دالي جيري با اني كبد بادان او اسكي الاليان حنتاس إذن كنا دادال وباشا اسك غويه ولي با طلبنا يسن هي بنت الدين لو خلدها هي شر دين لو قلنا يا كحن